صباح الخير، السلام عليكم. كيف صبحتوا؟ صباح الخير الناس اللي كيشوفوا الفيديو في الصباح، ومساء الخير الناس اللي كيشوفوا الفيديو في العشيه. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كلشي بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم دينا جولايد المدرسه يا سادتي، ومشينا للجيم بحال دائما باش نعملوا الرياضه، حيت اختكم رجعت نشيطه. كتنوض في الصباح في 8 الصباح تدي جولايد المدرسه وتمشي تعمل رياضه في خيمناسيو ياكو. واليوم واقيلا فيست ولا ماناش، اليوم مدرسه مفتوحه، نعاود دينا المدرسه ابي ماشي وكيوقف كيصور ستوري. اوكي، قلت لكم دينا جنيد المدرسه ومشينا للجيم بحال دائما فرحانين. وصلنا تما جبرنا مجدود باب مجدوده، وخيرا اليوم فيستا هما شادين وخا مدرسه مفتوحه. ايوا هادشي اللي قلت لكم الحبايب، فاجينا نتمشاو هنايا في ماربيه لا باسيو ماريتيمو ديالهم. الجو مزيون، الدنيا مزيونه، منظر مناظر خلابه. هيا بينا نتمشاو حسن ما نضيعو، نمشيو نتدرجو الناس ولا شي حاجه. صافي نضينا النهار جديد، شوفوا كيفاش عايز. خليكم معي. عييت بس نرتاح شيتو ونرجع، جبنا واحد الطريق طويله ونردوه وصافي. بهذا نكون عملت الرياضه ديال اليوم، ما ضيعت شي بعد. صافي سالينا الرياضه، تمشيت تقريبا ساعه ما قام ديناها وجبناها. المهم حركنا الدوره الدمويه بعد ما نمشي بطلنا واحد النهار الرياضه، نمشي نفطر فيه مده جوع باش نفطر. كوكو مزيونات، رجعت لكم. المهم رجعنا للدار، فطرنا داير خفيف. دابا شويه امين غيمشي يجيب جولايد المدرسه حيت قربت الجوج باش نتغداو مجموعين. اليوم الغدا عادي، يعني ما صورت لكم شي حيت غير طاجين ديال الدجاج بالبطاطا، ماشي شي حاجه جديده باش نصور لكم. وصافي غادي نتغداو بكري، جولايد ينعس يعمل السياسه ديالو، باش في العشيه غادي نخرجوا. غادي تشوفوا فين غنمشي، شحال وانا بغا نعمل هاد الخرجه. واليوم النهار كيبان مزيون فغادي نخرجوا اليوم. انتما تشوفوا فين غنمشي. انا عندي واحد، انا وجد واحد الحاجه مور الغدا كنعطيكم ديك بحال الغاز. المهم من بعد تفهموا كلشي. غادي مور ما نتغدا غنوجد واحد الحاجه نشاركها معكم ونخرجوا ان شاء الله البيوت، تشوفونا فين غنمشيو. خليكم معايا. وصافي قبل ما هادشي بغيت نشارك معكم واحد الحويجات اللي عاد وصلوني عجبوني وغنشاركهم معكم. طبعا اول بياسه هي هاد اللعيبه، هادي هي بحال قميجه بالصدايف، كتلبس مجدوده وكتلبس مفتوحه. عرفتوا هادي ما تشوفوهاش، هي داف بيرتا ما كتبانش مزيان، ولكن في اللبسه كتجي واعره. غادي تشوفوها عليا في اللبسه، غادي نقيسها وغادي نلبسها باش تشوفوها كيفاش كتجي. شوفوا هي الثوب ديالها ديال بانا سخيخنا ديال هذا الوقت هذا، ما هو البرد بزاف ما هي الحراره، يعني هذا الجو هذا مزيونه بزاف. كتجي هيدا مع عند واحد بنيته كاينه هنايا مسيهم اسمها كنسلم عليها، كاينه هنايا في اسبانيا، كتصيفط من اسبانيا كامله البنات. يعني الا بغيتو شي حاجه غنخلي لكم انستغرام ديالها، وفي المهم اي كونتاكت باش تتواصلوا معها غادي نخلي لكم في صندوق الوصف وفي التعليق الاول. يعني ادخلوا الانستغرام وتشوفوا التصاور ديال الحويجات، جابت حويجات مزيونين بزاف. هادو عندها بالالوان، انا عجبني هذا اللون هذا، ما عنديش بزاف هاد الكولور. المهم مزيونه كيف ما قلت لكم سخيخنا هاد الوقت، كتجي فنه في اللبسه. غتشوفوها من بعد غادي نقيسها وغتشوفوها في اللبسه، جات طويله. واللي مزيون فيها هي تقدر تلبسها مجوده وتقدر تلبسها مفتوحه، يعني بجوج ديال الستايل. واصلا دابا زادت دخلت موديلات ديال هاد الوقت هذا اللي بدا كيبرد الحال شويه. عندها تشانداليس طوالين ديال المحجبات، عندها الريبيكات الخراصه طوالين، بزاف ديال الموديلات. غنخلي لكم شي حاجه تصور تشوفوا الموديلات اللي جابت دابا. المهم ملي غادخلوا الانستغرام ديالها غتشوفوا التصاور كامل، ولكن غنخلي لكم تشوفوا شي حاجه ديال الموديلات اللي دخلت دابا. ديكشي مزيونه البنات، ديال المحجبات طوالين، الكاليتي ديالو مزيونه، والاثمنه عندها جيد مناسبه، وكتصيفط فيما كنتوا البنات. تصيفط لكم غير تواصلوا معها وغادي تصيفط لكم. المهم هذا القطعه الاولى، خليكم تشوفوها كيف جات في اللبسه ونرجع لكم. اللبسه الثانيه هي هاد القميجه هادي، شوفوا كيفاش عامله. صراحه هادي عجبتني بزاف حيت سامبل، كيعجبني الحويجات اللي يكونوا سامبل ما فيهم حتى شي حاجه من غير هاد اللعبات هادو في الكميمات. هانتوما شفتو فيهم هذا بحال شنو هذا، بحال كروتشي. هانتوما شفتو
وجات سامبل مزيونه كتجي حلوه في اللبسه. هذه الثوب ديالها صيفي، هذه الايام اللي باقي سخونين هنايا في كوستا، باقي شي ايامات كيجيونا سخونين حارقين كتكون الحراره برا، يعني باقي نقدروا نلبسوها هذه هنايا. الناس اللي جاهم البرد صافي كما قلت لكم، يا دخلت حوايج اللي سخونين ديال هذا الوقت هذا، هذه شويه برد عرفتوا، هذه في الصيف الايام السخانه غزال غزال عرفتي، بارده كتحمق. غادي نخلي لكم التصويره ديالي بها تشوفوا هنايا كيف جاتني في اللبسه. كيف ما قلت لكم هي دخلت حويجات اللي سخونين دابا الشتوى، دخلت كاين الريبيكات الخراصه تشاندالات المحجبات اللي كتقصيو اليوم دائما، هادشي كامل عندها. غادي تدخلوا الانستغرام ديالها وغادي تشوفوا التصاور ديال الحويجات عندها مزيونين، كاليتي مزيونين، المعامله ديالها مزيونه. غادي نخلي لكم انستغرام ديالها وكونتاكت ديالها باش تواصلوا معها في صندوق الوصف وفي التعليق الاولاني مزيون. وصافي مزيونات، كانوا هادو هما الحوايج اللي بغيت نشارك معكم اليوم. ودابا كيف ما قلت لكم امين غادي يمشي يجيب جنود من المدرسه ونتغدى ونرجع لكم باش نعمل معكم واحد الوصفه اللي غنديوها معنا ونخرجوا. يلا المهم زيونات، غنوجد شي لعيبات نديوهم معنا وغنشاركو معكم. قلت ما نعرف تبغيو نتوما تعدلو شحال وحايدة، غادي نعمل غير هنايا مادلين ساهلين، غنعمل جوج شكيلات بعجينة وحدة. عندي هنايا أربعة ديال البيضات، غنخلي لكم مقادير في صندوق الوصف مكتوبين كاملين. أربعة بيضات، كاس ديال دانون، واحد كاس ديال الياغورت، واحد الياغورت هو اللي باقي جبرت في الدار وديال الفريسة، فقلت غنستعملو خا بمذاق ديال الفريسة أصلا يجي مذاق مزيان. بالكاس ديال الياغورت غسلته وفيه عملت كاس وربع ديال السكر بالقياس ديال الكاس ديال الياغورت، واحد ديال دانون كاس وربع ديال السكر، ثلاثه ديال الطحين، ثلاثه الكيسان ديال الطحين، وواحد كاس ديال الزيت بالكاس ديال بالقياس ديال الكاس ديال الياغورت دائما، وواحد الخميره ديال الحلوى، وواحد الفاني، اربع بيضات قلت لكم. هنا دابا غادي نفقص بيضات على هاد السكر وجوجور باش نضربهم، ودابا غادي نضرب بسم الله. دابا غنزيدو الطحين ونزيد الخميرة. صافي مزيان تخلطو ساليت، دابا شوية غادي نعدلهم هنايا مادلين عاديين في كويغطات. هانتوما مزيونات، غادي نعمل حبيبات ديال هاد حبيبات الشوكولا على الوجه هيدا، ذوقوا صافي. المهم نديو معنا ميريان اللي كان، المهم ونخرجوا نمشيو، شي مهم شنو نديو معنا. اوكي خليوها هنايا حتى ندخلوها الفرن مع بعضياتها. غنعمل الشكل الثاني في هذا المول هذا، لانه بشويه ديال الزبيده عندك باش ما تلصقش الخليط ديالنا. ولا مزيونات، غادي ندخلهم دابا الفرن على 180 درجة وعيني معاهم 20 دقيقة هيداك، ونشوف الى تنفخوا بداو كيتحمروا كنخرجوهم كيكونوا طاب. مزيونات رجعت لكم، صافي خرجنا. غادي نمشيو دابا لواحد باركي مزيون كاين هنايا في ستيبونا، فيه غادي نجلسوا نعملوا مريندا ديالنا، فيه كان طبالي وكلشي. المهم داكشي مزيون تما، كنت مشيت له حنا بشحال هادي صورت لكم، مي ما عقلتش فوق صورت. المهم كانت الشتوى مي مشينا ما كناش جلسنا، كنا مشينا ضربنا عين دوره وصافي. اليوم نمشيو نجلسو تما تما الالعاب العواول وكلشي، سو هيا بينا نمشيو نصورو لكم نشوفو. وصلنا، الدنيا خاوية شوية، كنغوش نهبط كمامة مطالي خاوي تا كيكون الناس عادك كنعمل كمامة. عرفتو منظر هنايا غزال والله كيحمق.
زباق جونيت مشى كيجري خصو يلعب الصباح هو باركي 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 ما موحش في باركي. قلنا نسبقو نديوه هو الاول يلعب في باركي وداكشي ومن بعد عاد نجلسو نشوفو شي مويطا فين نجلسو باش نعملو مريندا ديالنا وداكشي. ايوا صافي هيا بينا شوفهم في صفه. شوفوا لا منظر هنا كيحمق. جونات قاس كي حاطش تما باركي خاوي شوي الله الضليله هنايا كلشي غزاله باركي خاوي. جونات كي لعب فاتيشه وصافي نجلسو هنايا تيشبع لعب وديك الساعه نمشيو نجلسو نعملو ميريندا ديالنا وبيكنيك ديالنا نعمل التصويره ديالي. كنت شفت صور في انستغرام كي شاهيوني صراحه كنت فيك الايام دزت شحال هادي كنت باكي دينا للغابه مع ماما وديكشي كنا كنفرشو نجلسو في الارض ونتغداو ونعملو ميريندا هنايا والو عمرنا ما عملناها. فاليوم ان شاء الله البارك هذا مزيون فيه مطعم مزيون نجلسو نعمل التصويره ديالي مزيونات. فين جيت هنا خرجت من الطوموبيل نهز قفيفه ديال الميريندا ديالي ونمشيو بديت شي معايا في الاول على حساب جونيت غيلعبوا داكشي مابقاوش شي ندورو حنايا بقاو في هاد الماكله تنساليو وجيت ندي دابا باش نجلسو ونفرشو ونعملو ميريندا ديالنا. شوف كمان الاسره كتفرش الطابله كنعوض الطبيله ديالنا ديال بيكنيك الاسره والبيكنيك حلوه. انا خصني نجي نعمل بيكنيك عسى باش نجبرو بلاصه اللي عتمن فيها يسرى بيكنيك علام وسال ايت كنوريها في الطروفه ديال قلت له خصني شي مطعم فين نمشيو نعملو بيكنيك يكون الربيع وديك الشيء ومنظر مزيون. حنا ماشيين فين ما يشوف شي طريف ضد الطريق فيه شويه الكازو كيقول لي عمو ها هو حدا الرامبوان كان مزيون الصراحه زعما حدا الريتوندا فيها الخاصه عرفتي ديك التصاور ديال الخاصه ولا لا تجيك وارد مشي دوما راسك بحال كتشوف في الماء خيار جبر راسي خوش في الاخبار ديال اندلسي 24 شوفوا المغاربه كيجيو يعملوا بيكنيك في الريتوندا. المهم جبت قشيعة ديالك وشي ديالي لا تقولوا لا ما جمتول امسوله مسكينه ديالنا جونيت كياكل كيسوا كياكل. غادي لينا تجاو مزيانين البنات.